بسم الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا به سبحانه الأكبر. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، هذه درجة أولى. ولئن صبرت، جملت بالصبر كرم الغيظ والاستعجال في الانتقام. أعلم عن الناس استعجال في الانتقام، خطر عنا قدامنا، واعفو واصفح. يعني سامحوا واصفح، اطوي صفح، انتهى الأمر، واعفو واصفح. أعلم عن الناس كرم الغيظ، خطر كرم الغيظ لازم تقول أنت يتعبنا، لكن وقت اللي نميلوا إلى العفو والصفح ما عادش عندك الشدة على النفس باش نمسكوا روحنا باش ما ننتقموش. احنا ما عندناش مرض الانتقام، لكن انتقام إذا كان ربي قدره قدره، لأنه يعني كان أنا تعدى على الإسلام، على جلال الله، ولا على قرآن كلام الله، ولا رسول الله عليه السلام، المقدسات. احنا على الحق باش نغضب، وإذا كان غضبنا كان ربي مقدر أن يتبعه انتقام ينتقم، وربي المنتقم. احنا ما عندناش كما النصارى يمثلوا علينا يكذبوا علينا، قال لك احنا لا ننتقم. ما لا باش تعملوا انت، يعني ما منا شيء وتبهدلوا بحالنا. أراضينا خذيتوها، ما تحت الأرض خذيتو، ما في عمق البحار خذيتو، سلبتونا وعشتوا في البذخ وضحكتوا وصرفتم في المصاريف تاع التنقل تاع الجولان في أراضي الله سبحانه وتعالى على حساب من؟ على حساب ابنها. وما تحدثناش نفسنا، ما تحدثناش نفسنا باش ننتقم. إذا كان أنتم تقولوا ما ننتقموش، إحنا في الحقيقة لا ننتقم. أما أنتم من غير ما يكون شكون اعتدى عليكم اعتديتوا علينا، على خاطر احنا نمثلوا المتدينين الحقانيين الموحدين الغير مشركين. تكون يهودي مشرك لانك تؤمن بان الله ولد ابن اسمه عزير، وانت يا نصراني نفس الشيء، لكن زدت في الطنبور رغمه. اذا كان لولاني ما انا اعتقد في اثنين اب وابن، انتم اعتقدتوا في ثلاثه، زدت بل الكفر والشرك. هذوما أنا ثنائيين، وهذوما أنا مؤمنين بالتثليث بار فيس سنتيس. وقولوا لنا بربي في الثلاث هدايا ستري ولا أنا ولي عنده لدريمو، كل يحكم حقيقة، هل البار هل الفيس هل سنتسبري. الفيس المتنوع حاكم عليكم، وغلبك يتحطوا يا أصحاب الكذب الشنيع، قولوا كريستوس جيزو كريس، أما ربي قليل تذكروه، لأنكم فكرة التوحيد لله لا سبيل إلى أن تدخل في تفكيركم. وهذا أنا استغرب منه، كيفاش اللي يدعون الإسلام معجبين بهؤلاء اللئام؟ استغرب، تبعوا ليتبعوا. إذا كان اليوم أنتم تابعين غير متبوعين من تدعون الإسلام، لأنكم لا أسلم لكم، بل أنتم ربما في قائمة وفي أول القائمة تاع أعداء الإسلام. قالك مسلم، هل سلم الناس من لسانك، من يديك، من بطشك، من ظلمك، من زور شهادتك؟ وين منين دورك تلقى غير بالعدو الإسلام، وأنت أسوأ ما لا كما تقول انت ممثل الاسلام، مش نقول امباسادور الاسلام، ممثل بسيط برسك ان رين دو تو سي تا مسلمون لي بلوس تو سي با لامباسادور دو الاسلام. ما عندكم شيء لا من لوطا ولا من فوق الاسلام. يا ناس يزيو من السقوطيه نتاعكم، تلاصقوا روحكم الاسلام وانتم لا تعلمون عن شيء، بل تبغضونه، وسعيكم وقولكم وكل حركاتكم وسكناتكم وإشاراتكم وإيحاتكم كلها منبعها كفر ونفاق وسوء أخلاق وشقاق. نسأل الله السلامة من هذه
الآفات التي تعبث بكم لا بنا، نحن أعداء الآفات وأنتم رموز الآفات، والآفات في حقيقتها. نسأل الله السلامة من أذاكم، ونسأل الله ألا يكون انتساب الإسلام عنده فعل باسم الإسلام، بل يولي فعل يبين أن أنتم غير مسلمين وأنتم أهلين باش تكونوا ممقوتين الليل والنهار في كل أصقاع الأرض. نسأل الله السلامة أن نكون من نوع لا تشد أمة الأمة الكاذبة، ولهذا عليه ربي يفلق فيكم تفليق إن صح التعبير العامي، ويعذبكم عذابا نكرا بالفصحى، وأنا أفضل الفصحى لأنها هي لغة القرآن ولسان نبينا عليه الصلاة والسلام، وهي اللغة التي سينطق بها أهل الجنان. والسلام.